جديد من لعبة ديستيني 2. اليوم بشرح لكم كيف تقدروا تطلعوا الخلاط الجديد حق الفانغارد بأسهل الطرق وأسرع الطرق. طبعا اسمه الخلاط Edgewise. طيب الكويست طالب منك انك تذبح بالخلاط في السترايك، طبعا كله في السترايك الفانغارد سترايك اللي هي الليستة هذه. اوكي تدخل هنا في الليستة دي نفسها. فأسهل الطرق يمدينك تسويها سولو، ولكن يفضل سولو يعني لوحدك، ويفضل انه يكون في اصحابك معك ثلاثة. الأشياء الأساسية اللي أنت لازم تحطها عشان تخلص بسرعة، تركب المود هذا هيفي فينيشر، نم بيجيك السوبر نصه بتعمل فينيشر بياخد نص السوبر هذا وبديك هيفي عمل. طبعا تدخل مع أصحابك، لو رحت الدريمينج سيتي إن شاء الله أنا على نهاية المقطع رايح أحط لكم مقطع كده حق دقيقة. لو كان الاسترايك الكوربتت اللي في الدريمينج سيتي اللي هو هنا بالضبط عشان تكونوا عارفينه، هاي دريمينج سيتي وهذا سترايك كوربتد. فانت بس يبالك ايش الحظ يكون في جانبك انه يجيكم السترايك هذا. ما يجيكم السترايك هذا بتروحوا على البلايند ويل، ما تكملوا السترايك، تروح البلايند ويل زي ما انا حوريكم في المقطع ان شاء الله على نهاية الفيديو. تروح تلعبوا البلايند ويل تير 1 تير 2 تير 3 زي ما انتوا تبون. هناك السوبرات ميزتها تجي بسرعة، فعندينك تعمل فينيشر والهيفي عندك على طول يكون شغال ما يخلص، هيخلص معاكم بأسرع الطرق. طبعا هذه هي أسرع الطرق، ولكن إيش يبالي حظ. أنا كنت محظوظ والحمد لله قدرت يمكن من تاني سترايك أنا واقع في الكوربتد ودخلنا البلايند ويل وخلصنا الأمور. طيب إيش كمان نحتاج غير المود هذا اللي هو حق الفينيشر الهيفي فينيشر؟ ركب المودات اللي في الدروع كلها حقت السوبرات. طبعا انا غيرت هنا المودات، بس انت ركب حقت السوبر هذه، هيطلب منك 5 انرجي، طور الدرع ل 5 انرجي وركب. طبعا انا غلقته على الهنتر الكوست، ما غلقته على التايتن، انا قاعد اشرح هنا على التايتن. تركب كل المودات حقت السوبر عشان برضو السوبر كمان يجيك اسرع. لو انك انت ما رحت البلايند ويل ايش هتسوي؟ هتحتاج ان سوبرك يجي بسرعة، فحط دائما المودات هذه سواء كنت في بلايند ويل او غيره. ركب المود، هتركب المود هذا والمود اللي في الارتفاكت، هذا هو المطلوب فقط. الخلاط انا انصح بالخلاط هذا، اعتقد هنا يمدينا نخش على الانفنتوري. ايوه طيب ايوه هتشوف الانفنتوري حقي ملخبط عادي، استروا ما واجهتم. انا ارجح الخلاط حق المناجري. ليش خلاط المناجري؟ خلاط المناجري بيعطي لك الدمج حقه نار، فانت كمان طالب منك انك تذبح بالنار، فخلي سوبرك نار والخلاط هذا النار وروح خش ودبح زي ما تبغى. فهذا بالنسبة للمودات. طيب لو كنتوا ثلاثة ايش نسوي؟ وكربتد ما جانا، دخلنا سترايكين ثلاثة أربعة خمسة ما جانا. الحل الأسهل الثاني إنكم تدخلوا سترايك وما تروح تكمل سترايك، كل واحد فيكم يروح على لوس سيكتر. طبعا ما تدخلوا اثنين في لوس سيكتر عشان مو كل واحد يسرق الذبحات الثاني، كل واحد يروح في لوس سيكتر منفصل عن الثاني ويبدأ يشتغل يدبح يدبح. عبيت نص السوبر حقك ومحتاج إنك رصاص، سوي فينيشر حجيك كاهبي وكمل على هذا الحال، حيكون في أسرع وقت أنت مغلق الكويست. طبعا هذا بس كده نصيحة للشباب اللي ما غلقوا الكويست زي حكاية. أنا الآن داخل الأسبوع الرابع، داخلين على الخامس، أنا ما غلقت لأنه كنت مشغول بأشياء ثانية، ولكن الآن تقدر أنت بتقعد تركز على السلاح تغلق، وراح تغلق وترى في لمح البصر لو استخدمت الطريقة دي بكل سهولة راح تغلق. طيب حنجي للسلاح هنا، حنقول ايش افضل المودات اللي انا اركبها عليه. انا بالنسبة لي في كم مود محتاج. طبعا السلاح انا حاطط له هنا كاونتر بالانس. ليش؟ لانه السلاح ترى فيه له انحراف، لانه السلاح سريع
انا حاط كاونتر بالانس عشان على الاقل يكون في خط واحد، حتى لو ارتفع زي ما انتم شايفين على الاقل انه في خط واحد اقدر اتحكم فيه. لو شلنا المود اللي انا مركبه كاونتر بالانس نشوف ايش يصير معنا. شايفين الانحراف كيف؟ في انحراف عندك ناحية اليسار. فالكاونتر بالانس لو انت تلعب طبعا بلاي ستيشن، تلعب اكس بوكس، انا افضل الكاونتر بالانس. ولكن في اختيارات تانية خصوصا لعيبة البي سي، وانت حر يعني ممكن تركب في البلاي ستيشن زي ما تبغى. غير الكاونتر بالانس تقدر تحط لو تبغى بوس سبيك، تبغى تحط ميجر سبيك، تبغى تحط هذا المود الرامبش سبيك. هذا المود تقدر تاخده من ايدا الفندر حق البلاك اربل. فانا اشوف الاربع مودات هذه ممكن انها تكون الافضل، الا لو انت من النوع اللي يحب ينظف بالخلاط دائما الصغار الحمر فتركب الماينر سبيك. طبعا السلاح ترى جيد ما هو بطال، بس انا بالنسبة لي الخلاط حق جامبت انا اشوفه بالنسبة لي انا افضل. طيب لو حبيت تشوفه دمجه ترى هو دمجه كويس يعني ما بطل، خصوصا انك بتشوف الرامبش كيف يشتغل. شوف بالرامبش سريع، بالرامبش بيشيل بسرعة، فهذا حلاوة الخلاط انه فيه له رامبش. طيب ونفس الشيء الخلاط حق الجامبت. وهنا حلو كمان فيه له اللي هو الفيدينج فرينزي، لما بتذبح انيميز في اي محل تذبحه في راسه، تذبحه في بطنه، تذبحه في رجله، السلاح بيعشق معك بسرعة. طيب الان اترككم مع مقطع كده دقيقة دقيقة ونص كيف تلعب في بلايند ويل، كيف خلص معي خلط. طيب اتمنى لكم يوم سعيد ونشوفكم مقطع جديد باذن الله، واتمنى انه هذا المقطع فادكم. مع السلامة. Thank you.